أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين حديثنا اليوم بحول الله تعالى عن الإيمان فالإيمان يتكفل للمؤمن بالسعادة الدنيوية والأخروية ويتعهد له بالعزة والرفعة في الدنيا والآخرة فأهل الإيمان الصادق هم أرفع الناس في قلوب الناس في الدنيا لهم من المحبة والتوقير والتعظيم والرفعة ما ليس للملوك ولا لأبناء الملوك كما أنهم في حياة طيبة يأنسون بالله عز وجل ويسعدون به ويجدون من روح الإيمان واليقين ما تتضاءل دونه شهوات الدنيا ومتاعها لذلك وذلك كما قيل لأن من ذاق عرف ومن عرف اغترف
قال إبراهيم بن بشار رحمه الله تعالى كما جاء في حلية الأولياء لأبي نعيم: خرجت وأنا وإبراهيم بن أدهم وأبو يوسف الغسولي وأبد أبو عبد الله السخاوي أو قيل أبو عبد الله السنجاري، خرجنا نريد الإسكندرية، فمررنا على نهر يقال له نهر الأردن، فقعدنا نستريح، وكان مع أبي يوسف قصيرات يابسات فألقاهن بين أيدينا فأكلنا فحمدنا الله. وقمت أسعى لأجلب الماء لإبراهيم، فدخل إبراهيم إلى النهر حتى بلغ الماء ركبتيه، فمال بكفيه في الماء فملأهما، ثم قال بسم الله وشرب، ثم قال الحمد لله، ثم خرج من النهر فمد رجليه وقال: يا أبا يوسف، لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم والسرور لجالدونا بالسيوف أيام الحياة على ما نحن فيه من لذيذ العيش وقلة التعب. فقلت: يا أبا إسحاق، طلب القوم الراحة والنعيم فأخطأوا الطريق المستقيم. فتبسم قائلا: من أين لك هذا الكلام؟ أيها الإخوة المسلمون، إن الإيمان نعمة عظيمة ومنحة من الله إلى العبد، فلا يمكن للعبد أن يحيا حياة طيبة ثم ينقلب بعد ذلك منها إلى سعادة أبدية سرمدية إلا وهو متنعم بهذه النعمة العظيمة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والإيمان أيها الأحباب هو أفضل أعمال القلب والجوارح. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري. والإيمان أيها الإخوة المسلمون كما بيّن الله عز وجل فإنه يتمنن على عباده أن هداهم للإيمان. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. كما أن الله عز وجل يتمنن أيضا على عباده المؤمنين بأن حبب إليهم الإيمان، فقال: وحبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ولشرف الإيمان أخبر الله سبحانه وتعالى أن الشيطان ليس له سلطان على أهل الإيمان، فقال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ولشرف الإيمان أيضا الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين أجرا عظيما وبشرهم بالفضل الكبير، فقال سبحانه: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وقال سبحانه: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وأهل الإيمان يغتبطون بولاية الله عز وجل لهم، فيقول سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. كما أن أهل الإيمان يتولى الله عز وجل الدفاع عنهم بنفسه، فقال سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. والمؤمن يجعل والإيمان يجعل المؤمن يحتقر شهوات الدنيا. لماذا؟ لأنه ينظر إلى الآخرة ويعلم خطر الآخرة، وكما قيل: فإن حب الخطير يمحو عن القلب حب الحقير. كما أن الإيمان يجعل المؤمن يحتقر طواغيط الأرض، لأنه ينظر إلى عظمة مالك السماوات والأرض فيصدع بكلمة الحق أمامهم ولا يهابهم. كما أن الإيمان يجعل المؤمن يستهين بمصائب الدنيا لأنه يحتسبها عند الله ويرجو ثواب الصبر عليها والرضا بها.
والإيمان يجعل المؤمن يستصغر بذله وإنفاقه في سبيل الله، لأنه يرجو البر من الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والإيمان يجعل المؤمن ويجعل ولاء المؤمن لله ولرسوله وللمؤمنين. عباد الله، الآيات والأحاديث كثيرة في فضل الإيمان وأهله، ولكن ما أريده اليوم هو أن أتحدث معكم عن بعض المواقف الإيمانية التي حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه ومن سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين، مواقف ولحظات يظهر فيها شرف الإيمان وبركته وعظمته، مواقف ولحظات يصدق فيها المؤمن مع ربه جل وعلا ومع نفسه، مواقف ولحظات يرفع فيها المؤمن راية الإيمان، فيرفع الله عز وجل في الدنيا رتبته وفي الآخرة درجته، مواقف ولحظات تتضاءل عندها الدنيا الدنية والشهوات الدنيوية. بمثل هذه المواقف واللحظات تتنزل الرحمات وتتهدم حصون وتسقط قلاع، ويتنزل نصر الله عز وجل على عباده المؤمنين الصادقين. عباد الله، نحن في زمن كثرت فيه الشبهات والشهوات، وآثر الناس إلا من رحم الله شهوات الدنيا على رضا رب الأرض والسماوات، وضعف عند كثير من المنتسبين إلى الإسلام الدوافع الإسلامية الشريفة التي تجعل المسلم يعتز بدينه. فنحن في حاجة إلى هذه، لمعرفة هذه المواقف في مثل هذا الظلام الحالك، لعلنا نفيق من غفلتنا. أتحدث إليكم عن موقف إيماني يبين كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يطيعونه. فالله عز وجل فرض علينا أمة الإسلام محبة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم الأدب معه، والصحابة رضي الله عنهم قاموا بلوازم هذه المحبة، ففدوه بآبائهم وأمهاتهم وأبنائهم، وقاتلوا دونه ورفعوا رايته وأعزوا سنته. وما فارق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا حتى دانت جزيرة العرب بالإسلام. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، استشار الصحابة رضي الله عنه، فقام أبو بكر فقال فأحسن، ثم قام عمر فقال فأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو رضي الله عنه فقال امض بنا يا رسول الله لما أراك الله، فنحن معك، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا دونه من دونه حتى تبلغه، فسر على بركة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له خيرا ودعا له، ثم قال عليه الصلاة والسلام أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار. لقد كان صلى الله عليه وسلم يتخوف أن تكون الأنصار ترى نصره ممن دهمه بالمدينة من عدوه، فلما قال ذلك قام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال لعلك تريدنا يا رسول الله، قال أجل. فقال سعد لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضته فخضناه معك، ما تخلف منا رجل، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا،
إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فسر على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد فقال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. موقف إيماني في العفة والعفاف، ونحن هذا ما نعانيه في زماننا، كثرة الشهوات وسقوط معظم المسلمين في فتنة النساء. فكلنا يعلم أن هذه الأمة أمة مستهدفة، وأن أعظم سلاح يستخدمه أعدائها في تحطيم الأمة الإسلامية هو سلاح المرأة. حتى قال قائلهم كأس وغانية يفعلان بالأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع، ولقد صدق. روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده قال كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد، صحابي جليل، مرثد بن أبي مرثد الغنوي. وكان الرجل يحمل أسار مكة من مكة ويأتي بهم إلى المدينة، وكانت هناك امرأة بغي في مكة يقال لها عناق، وكانت صديقة لأبي مرثد في الجاهلية قبل الإسلام، قبل أن يسلم. وأن أبا مرثد قد واعد رجل من أسار مكة ليحمله، يقول فجئت فاتجهت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، فجاءت عناق فأبصرت سوادا تحت ظل الحائط، فلما انتهت إلي عرفتني فقالت مرثد، فقلت نعم مرثد، فقالت مرحبا وهلم فأتي فبت عندنا الليلة. فقلت لها يا عناق حرم الله الزنا. فقالت يا أهل الخيام إن هذا الرجل يحمل أسراكم. لما رفض تلبية طلبها نادت في أهل الخيام أهل مكة أن هذا الرجل يحمل أسراكم من مكة إلى المدينة. يقول فتبعني ثمانية، فدخلت الحديقة حتى انتهيت إلى كهف أو غار فدخلت فيه، فجاءوا حتى قاموا على رأسه فبالوا فظل بولهم على رأسي فأعماهم الله عني، ثم رجعوا. يقول فرجعت إلى صاحبه فحملته ثم أتيت به إلى المدينة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له يا رسول الله أنكح عناقا مرتين، يريد أن يتزوج من عناق. يقول فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد حتى نزلت الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة فلا تنكحها. ويروي أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن هناك امرأة بمكة كانت جميلة وكان لها زوج، فنظرت يوما إلى وجهها في المرآة فقالت لزوجها أترى هل يرى أحد هذا الوجه ولا يفتر به؟ امرأة جميلة لدرجة أنه لا يوجد رجل أن يراها وأن يرى جمالها إلا ويفتر بها. فقال لها زوجها نعم. قالت من؟ قال عبيد بن عمير، فأذن لي في أن أفتنها. تستأذن زوجها لتذهب إلى عبيد بن عمير ليفتنها، ورجل كان عنده روح رياضية، أذن له. فذهبت إليه كالمستفتية، جعلت كأنها تسأله في مسألة شرعية، فقال معها في ناحية من المسجد الحرام، فأسفرت عن وجه كمثل فلقة القمر، فقال لها يا أبت الله استتري. قالت فإني قد فتنت بك. فقال لها إني سائلك عن شيء فإن صدقتيني نظرت في أمرك.
فقالت والله لا، ما تسألني عن شيء إلا وصدق. فقال فكيف إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك؟ أكان يسرك أن أقضي لك هذه الحاجة؟ فقالت اللهم لا. قال صدقت. قال فكيف إذا أدخلت القبر وأجلست للمسألة أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت اللهم لا. قال صدقت. قالت قال له فإذا أخذ الناس كتبهم ولا تدرين أتأخذين كتابك بشمالك بيمينك أم بشمالك أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت اللهم لا. قال صدقت. قال فإذا مررت على الصراط ولا تدرين أتنجين أو لا تنجين أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت اللهم لا. قال صدقت. قالت فإذا قال فإذا جيء بالميزان وجيء بك ولا تدرين أيخف ميزانك أم يثقل أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت اللهم لا. قال صدقت. قال لها يا أمة الله اتق الله فإن الله قد أنعم عليك وأحسن إليك. فرجعت إلى زوجها فقال لها ما صنعت؟ قالت له أنت بطال ونحن بطالون. فأقبلت على الصلاة والصوم والعبادة. فكان زوجها يقول ما لي ولعبيد بن عمير أفسد علي امرأتي كانت لي في كل ليلة عروسة عروسة فصيرها راهبة. هذه عظمة الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب أيها الإخوة الأحباب. أيضا من المواقف الإيمانية العظيمة هي ما قام به الصحابة من البذل والتضحية من أجل دين الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، إن الشريعة الإسلامية لا تشرق شمسها إلا على أناس أحق بها وأهلها. والله الشريعة الإسلامية شرف لا يناله إلا أحد، لا ينال أي أحد هذا الشرف العظيم أن يعيش في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية. ونصر الله عز وجل لا يتنزل إلا على جنده المخلصين وعباده الصالحين، لا يتنزل على الغافلين اللاهين العابثين، لا يتنزل على المتعاطفين مع دين رب العالمين. فهم يشجعون الإسلام ويرشحونه وينتخبونه، وإذا طلب منهم البذل في سبيل الله كانوا أول الناكثين المتخاذلين. نصر الله عز وجل لا يتنزل إلا على قوم وصفهم الله عز وجل في قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون في آخر المعركة مر على جماعة فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لهم ما يقعدكم؟ اسألهم لماذا تقعدون؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما تصنعون بالحياة من بعده؟ ما تصنعون بالحياة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني الصحابة، وأعتذر وأتبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يقصد المشركون. ثم قال ورب النضر إني لأجد ريحها من دون أحد. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه فرعيناه وبه 84 ضربة بالسيف وطعنة بالرمح ورمية بالسهم قد قتل في المعركة
ومثل به المشركون لدرجة لم يعرفه منا أحد إلا أخته عرفته ببنانه. يقول أنس رضي الله عنه: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عمير بن حمام رضي الله عنه لما انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بدر، وجاء المشركون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: بخن بخن، هذه كلمة قال يعني من باب الفرح والسعادة، بخن بخن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إني لأرجو أن أكون من أهلها، يريد أن يكون من أهل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي إنها لحياة طويلة. فألقى ما كان معه من التمر وقاتلهم حتى قتل. مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، وكان أنعم شباب أهل مكة، هجر هذا النعيم وهاجر إلى المدينة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج يوما على المسلمين وهم دروس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أبصروا به حنوا رؤوسهم وغضوا أبصارهم وذرف بعض عيونهم دمعا. لماذا؟ لأنهم رأوه كان يرتدي جلبابا مرقعا باليا، وعاودتهم صورته قبل الإسلام، فقد كانت ثيابه كزهور حديقة نضرة. ونظر له النبي صلى الله عليه وسلم نظرة محبة، فقال: رأيت هذا الفتى، وما بمكة فتى أنعم عند أبويه منه. ثم ترك كل ذلك حبا لله ورسوله، حمل اللواء يوم أحد، فجاء أحد المشركين فضرب يده اليمنى فقطعها وهو يقول: مصعب، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إلى آخر الآية. ثم أخذ اللواء بيده اليسرى فضربه فقطعها، فضم اللواء بعضديه إلى صدره وهو يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فجاءه في الثالثة بالرمح فضربه فقتله. يقول خباب بن الأرد رضي الله عنه: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله، فوقع أجرنا على الله، ومنا من مضى إلى سبيله لم يأكل من أجره شيء، منهم مصعب ابن عمير. استشهد يوم أحد ولم نجد ما نكفنه به، ترك نمرة إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر نبات طيب الرائحة. خبيب بن عدي الصحابي الجليل أخذه المشركون أسيرا إلى مكة ليقتل أمام أهل مكة، لأنه في بدر قد قتل أحد زعمائه، فأخذوه إلى مكة ليقتلوه أمام أهل مكة جميعا ليشفي صدور أهل مكة، وكانت قد دخلت الأشهر الحرم، فقالوا: فلننتظر حتى تخرج الأشهر الحرم. المشركون عبدة الأصنام أهل الجاهلية، لم يقتلوا خبيب بن عدي في الأشهر الحرم. ننظر إلى حالنا نحن اليوم، إلى حال المسلمين يقتلون بعضهم بعضا،
ويأسلون بعضهم بعضا ويظلمون بعضهم بعضا في الأشهر الحرم. أليس شهر رجب من الأشهر الحرم؟ هي الأشهر الحرم رجب، ذو القعدة، ذو الحجة والمحرم. قالوا فلننتظر حتى تنتهي الأشهر الحرم، فكبلوه بالحديد وحبسوه في أحد بيوت المشركين، وأوصوا زوجة هذا المشرك أن تراقبه. فلما انتهت الأشهر الحرم أخذوه ليقتلوه، فخرجت قريش عن بكرة أبيها لترى مقتل قبيل، فأخذوه وصلبوه إلى جذع نخلة، وأمر أبو سفيان الرامين بالسهام أن يضربوها، أن يضربوه دون أن يقتلوه. فاتجهت السهام من كل صوب اتجاه خبيب، فطلب منه أبو سفيان فقال لهم توقفوا، ثم ذهب إلى خبيب بن عدي رضي الله عنه فقال له يا خبيب أستحلفك بالله، أتحب أن تكون في بيتك آمنا ومحمد في مكانك؟ هل تحب أو تريد أو تتمنى أن ترجع إلى بيتك آمنا ويكون محمد في مكانك هذا؟ فقال خبيب بن علي رضي الله عنه والله لا أحب أن أكون آمنا في بيتي ويشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد. حتى قال القائل أسرت قريش المسلمين، فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ قال أو فأجاب كلا، لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعافه. نزيف، هذا رد خبيب رضي الله عنه. هذه المواقف أيها الإخوة الأحباب نحتاجها في هذا الزمان. هذه الأمة ما تعرضت إلى ما تتعرض به إلا بسبب ضعف الإيمان في القلوب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى عليكم الأكل، كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. فقالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ يومئذ عددنا سيكون قليلا. قال لا كلا، بل غثاء كغثاء السيف. ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليضعن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا ممن ينصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين واخزل من خزل الدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. أقوم إلى صلاتكم يرحمكم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.